صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 722 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. دلوقتي بفضل الله عاوزين نعمل ايه؟ هاتلي كده الشاشة بتاعت الكاتيجوريز اهي. عاوزين نضيف الكل ونريموف الكل. خلاص دبل كليك على btn add all. بص، اول حاجة هعملها هنادي على الداتا اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، هقولها دوت كلير، شيلي كل اللي جواك حسين فاضين وسيمي كل. بعد لما تشيلي كل اللي جواكي هنعمل فوريتش على الصفوف اللي في الجريد كلها. هنعمل فوريتش. الفوريتش دي هعمل يعني عنصر من النوع داتا جريد فيو رو. داتا، بص، داتا جريد فيو رو داتا جريد فيو رو، تمام؟ هسميه ار. خلاص ان هيشتغل على ايه؟ هيشتغل على الدي جي في كاتيجوري دوت ايه دوت الروز اللي فيها. بس كده يبقى انا في كل لفه هيبقى معايا صف من الصفوف الايه الجريد، من غير ما اقعد اقول بقى اكس ورقم اكس والكلام ده كله. هعمل ايه؟ هضيف بنفس الطريقه، هنادي في كل لفة على الداتا لا دوت اد ايه اد نيو ايه نيو تابل، اد نيو ايه نيو تابل انتو سترينج. وهنا هحط القيم اللي انا عاوز. اول قيمة عندي هعملها كاستنج ليه لانت على طول، وهي جاية من الار دوت السلف الاولى اللي هي بزيرو. انا كده بتعامل مع صف، في كل لفة بتعامل مع صف. خلاص دوت الفاليو اللي ايه اللي جواها. حلو قوي. خلاص ده كده ايه الاولى. كما التانية هتبقى ايه جاية من الار دوت سيلز التانية بقى اللي هي بواحد، اندكس بايه بواحد، دوت الفاليو اللي جواها. اوكي دوت الفاليو اللي جواها دوت ايه دوت تو سترينج وقوسين فاضيين، وفي الاخر خالص هعمل سيمي كول. كده في كل لفه
فكده هعدي على كل الصفوف فهضيف الصفوف كلها جوه الداتا. في الاخر هنده على ايه؟ هنده على ست ايتمز. قوسين فاضيين ست ايتمز بتعمل ايه؟ اللي عملناها المره اللي فاتت اللي هي بتعرف الليست بوكس المصدر بتاعها وبتظبطه وبتخليها تتفاعل بيه بس. وطبعا هو لما دام هيضيف كله يبقى خلي البي تي ان ديل كاتيجوري دوت انيبلد على ايه؟ على فولس، لان احنا اتفقنا ان هو مش هيحذف اي حاجه الا لو الليست بوكس دي فاضيه تماما. خلاص ادي ايه؟ اد اول. تعال نجرب الاد اول. هات لي دي كده، اضافت الكل اهو، كله اتضاف من دوسه واحده، كله اتضاف من ايه؟ من دوسه واحده. خلاص اضفت كل تاني، اضفت كل دبل كليك. بص خلاص بقى، ما انت ايه، بص شايف، بص خلاص مش هيكرر، اضفت الكل. عايزين نعمل بقى الغاء الكل. عايزين نعمل ايه؟ الغاء الكل. هات لي هنا دبل كليك على بي تي ان ريموف اول. هنعمل ايه بقى هنا؟ احنا هو بالتالي الموضوع بسيط، كل اللي هنعمله داتا دوت كلير، واخد بالك، قوسين فاضيين وسيمي كولن، وبعد كده على طول انده على ال بي اكس ادد، واخد بالك، دوت ايه، دوت داتا سورس، على طول انا مش محتاج حاجه اصلا، بتساوي الداتا خلاص. يعني مش لازم بقى اقعد اعمل بايندنج سورس والكلام ده كله، انا كده كده اصلا انا عايز الغي الكل فهتخلص، فاهم الفكره؟ مش هحتاج يعني العناصر، واخد بالك. تعالى بقى جرب معايا كده، دوس هنا اهو، بص اضافت الكل تمام، الغاء الكل تمام اهو، اضافت الكل، الغاء الكل، اضافت الكل، الغاء الكل، دبل كليك، دبل كليك، دبل كليك، الغاء الكل، اضافت الكل، الغاء الكل، اضافت الكل، الغاء الكل. شوف انا بعمل كده ليه؟ بجرب، بجرب، بجرب. بص الغاء الكل، اضافت الكل، الغاء الكل، اضافت الكل، بجرب. بص بص شايف، شايف، عشان لو في ايرور يطلع. بص بجرب كله في بعضيه، اضافت الكل، الغاء الكل، خلاص كده. ده ايه الهدف من هذه الحلقه؟ ان احنا نضيف الكل ونلغي الكل بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.